صباح الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم خبز التورتيه عيش الشاورما، هنعمله في البيت بكل سهولة وهيطلع معانا زي الجاهز بالظبط، وكمان سهل خالص من غير لا تخمير ولا نستنى ولا أي حاجة. في 5 دقايق هتحضري وهيطلع زي الجاهز بالظبط، زي ما انت شايفة كده بالظبط. المهم نحضر الفيديو للآخر علشان تشوفي انا عملته ازاي ويطلع معاكي مظبوط زي ما طلع معايا بالظبط. يلا نبدأ الطريقة. عندي 1/2 كيلو دقيق، عليه رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر ونص كوباية زيت صغيرة. طبعا الكوباية دي صغيرة خالص فانا حطيت نصها. مقدار الزيت اللي انا حطيته بمعادل ربع كوباية من كوباية الشاي اللي هي المج القزاز الموجودة في كل بيت. بقلب كل الخليط ده مع بعضه، وبعد كده هبدأ أزيد المية شوية بشوية وأعجن. احنا عايزين عجينة تكون متماسكة قوية ما بتلسقش، وفي نفس الوقت تكون مخدومة كويس في العجن. عايزين فيها عرق، والعرق ده بيجي من كتر العجن. طبعا لو انت مش هتقدر تعجن شوية حلوين بإيدك، لو عندك عجان ممكن تستخدم العجان أرحم لك، وهيكون سهل يعني ومش هتتعب. هنا بعجن شوية بشوية، طبعا انا بضيف المية شوية بشوية، ما بضيفش كل الكمية مرة واحدة. انا الدقيق بتاعي اخد تقريبا كوباية ونص من المية، ده 1/2 كيلو دقيق. نص كيلو دقيق حطيت عليه معلقة بيكنج باودر ورشة ملح وربع كوباية زيت من كوباية الشاي المج القزاز العادية. هنا عجنتها كويس خالص خالص، حوالي 10 دقايق طلعت بالشكل القمر ده. هنا ما بتلسقش خالص خالص، بلمها واغطيها ببلاستيك راب واسيبها يعني 5 دقايق 10 دقايق تريح شوية. شايفين هنا يعني قوية ازاي انا وبعجن فيها، مش لازم تكون طرية خالص، لو طرية مش هيطلع معانا مظبوط. انا بغطيه بالبلاستيك راب، احنا طبعا اوريدي العجينة فيها زيت فالعجين مش هيلسق في البلاستيك. بعد حوالي 10 دقايق هاخدها واقسمها، طبعا هطلع معايا 10 قطع. لو عندك ميزان طبعا بتوزن كل قطعة علشان تتأكدي ان الكل هيطلع مقاس واحد، بس لو ما عندكيش كده بالنظرة تحاولي تخليهم يعني مقاربين لبعض. انا هنا طبعا عملتهم بالنظرة، عندي ميزان، بس بصراحة مش كل الناس طبعا هتفضل توزن، الموضوع بيبقى ممل، لما بيبقى كتير بيبقى ممل. انا كده بالنظر يعني مقاربين لبعض زي ما انتوا شايفين. غطيتهم برضو بالبلاستيك راب وسبتهم 5 دقايق. هنبدأ ان نفرد العجينة اللي احنا عملناها الاول. طبعا رشة دقيق خفيفة خالص خالص ما تسكرش، ورشة من فوق ورشة من تحت، وهبدأ افرد كده فردة صغننة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هاخدها واركنها على جنب، طبعا ابطنها شوية دقيق خفيفة خالص واركنها على جنب واغطيها بالبلاستيك راب. وبعد كده هبدأ اعمل رقم 2. انا هفرد كل الكمية واحطهم على بعض زي ما قلت لكم كده لسببين. اول سبب ان انا العجينة تبدأ تفرد معايا بسهولة، وتاني حاجة انه العيش ده ما بياخدش تسوية كتير على النار، فانا لما اكون فرداه كده كل سهولة هخلصهم كده في ثواني، والنار تكون شغالة اسويهم كده مرة واحدة. لكن لو فضلت افرد واحدة واحدة واسويها، الموضوع ده هيخليني واقفة كتير وانا بسوي في العيش، لكن كده بصراحة في ثانية كده ورا بعض ورا بعض هتلاقيهم اتفردوا معاكي بكل سهولة. المهم كل طبقة والتانية لازم بحط رشة دقيق خفيفة. هنا هقلبهم على الناحية التانية بعد ما خلصت كل الكمية، وهاخد أول واحدة فردتها الأول. هعمل نفس القصة، هفردها شوية حلوين وهنرجع نفرد كل الكمية ونحطهم على بعض زي المرة الأولى. الموضوع ده بيسهل علينا الفرد بطريقة فظيعة، يعني انت كده بتسيبيها تريح حوالي 2 دقيقة ما بين كل واحدة والتانية، تفرد معاكي بكل سهولة. واهم حاجة التغطية، التغطية يا جماعة علشان العيش ده بما انه مش طري فبينشف بسرعة، فنخلي بالنا لازم نغطي على طول. طبعا الموضوع ده انا عملته 2 مرات زي ما انتوا شفتوا. الفردة التالتة دي على التسوية على طول. هنا خلاص جبت الاولى اللي انا عملتها، هفردها واروح اسويها على طول. طبعا التسوية ممكن في طاسة على عين البوتاجاز، انا عندي صاجة في البوتاجاز هعمل عليها. ممكن نستخدم صينية عادي، طاسة عادي على النار متوسطة ونبدأ نسوي.
طبعا في الفرد ده على قد ما نقدر نخلي العيش يكون مدور، يعني على قد ما نقدر نعمل. هنا شايفين سمك العيش، يعني هو مش خفيف خالص وهو أتخن من الرقاق بشوية. أخده على نار متوسطة وكل شوية أقلبه على الناحية التانية لحد ما ياخد كده لسعات خفيفة من كل ناحية، يلون حاجات خفيفة. يعني أول ما بدأ يعمل بقليل كده في النص صغنن، قلبته على الناحية التانية، كل شوية هقلبه على الناحية التانية لحد ما يستوي. طبعا أول ما بيستوي على طول باخده وأخبيه في فوطة مطبخ تكون نظيفة كده، وأخبيه فيها علشان يفضل طري لحد ما يبرد خالص، وبعد كده نشيله في حاجة بلاستيك. هنا خلاص بدأ ياخد اللون خفيف زي ما انتو شايفين. المهم ما نسيبوش ينشف على النار. هنا شايفين استوى خلاص، هاخده اخبيه في الفوطة، وبعد كده هبدأ اخد اللي بعد كده. شايفين قطعة عيش صغيرة خالص عملت لنا رغيف كده كبير برضو بنفس الطريقة. طبعا لو عاملين كمية كبيرة كل ما تبدأ تسوي وتاخد وقت اكتر في التسوية، تبدأ تهدي النار شوية بشوية علشان بتكون الصاجة سخنت زيادة عن اللزوم والعيش ممكن يتحرق معاك. فكل ما نأخر في التسوية نهدي النار شوية بشوية. شايفين هنا بدأ يطلع فقاعات كبيرة، بدأ ينفخ زي العيش البلدي، بس طبعا العيش ده مفهوش خميرة واحنا مش هنفتح ونحشيه من جوه، فاحنا مش محتاجين ان هو يفتح معانا ينفخ معانا. ودي كل كمية العيش بعد ما خلصتها وخبيتها في الفوطة شوية حلوين، طالعين بالشكل القمر ده. شايفين طري ازاي، فظيع فظيع، كمان ريحته رهيبة زي العيش اللي بنشتريه من بره بالظبط. انا عايزة اقولكم بطبق دقيق عملنا 10 ارغفة من عيش التورتي، يعني طبق دقيق نص كيلو. شايفين كله طالع قمر ازاي، مفهوش تعب خالص، في ثواني خلصناه، مفهوش خميرة، مفهوش مقادير كتير، يعني نقول مش هنقدر نعمله. الموضوع سهل خالص، لو اول مرة تدخل المطبخ هتطلع عيش قمر بالشكل ده. لايك وشير للفيديو لو الوصفة عجبتكم، واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يشترك ويفعل زر الجرس. ما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كامة. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. سي يو، باي باي.